إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. انتشرت ظاهرة اختفاء القبطيات في هذا الشأن زوجة اسمها غادة صابر في اسمها غادة او بيت ان اسمها نهلة ولا نهى معرفش انا ما بتفرقش معايا مش عايز اشيرها. السيدة نهى السيد اللي هي اصلا كانت مسيحية وتركت المسيحية ودخلت الاسلام حديثا وعملت قناة على اليوتيوب. اكثر من مليون مسيحي في مصر، 1,160,000 اصبحوا مسلمين او تأسلموا او تركوا المسيحية من عام 1995 حتى الان. طبعا دلوقتي هي نمرة واحد على اليوتيوب ما تشهرهاش، واحنا تايهين واحنا مش عارفين حتى نرد عليها. حاول مع الكنيسة وشوف ولادك طبعا ده هياخد وقت. احنا مسيحيين مش عايزين ولادك يبقوا مسلمين. اللي زعلني ان بالفيديوهات بتاعتكم بتضعفوا الايمان المسيحي الضعيف للناس. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل ما أبدأ الحلقة بفكر حضراتكم بالاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو وتفعيل جرس الإشعارات علشان يوصلكم كل جديد، جزاكم الله خيرا. عدنا والحمد لله بعد توقف دام أسبوع علشان أستمر في رسالتي في الدعوة وفتح وكشف كهنة الكنيسة المصرية أمام شعبهم. ومحور حديثنا النهاردة عن المعجزات الوهمية لصور القديسين اللي بتعالج المرضى وبتطرد اللصوص اللي بيسرقوا البيوت. وبعد كده أعرض لحضراتكم ترنيمة الكاهن مع البطة المحمرة. تعالوا نشوف المعجزات الوهمية للقديسين وصور القديسين اللي بيتكلموا عنها الكهنة وما زالوا بيضحكوا بيها على البسطاء. ونبدأ بمعجزة إجراء عملية جراحية ناجحة لراهبة بواسطة صورة العذراء المعلقة على الحائط. رهبة على قيد الحياة وربنا يديها العمر ويستر عليا وعليها وأنا بحبها موت، موجودة في دير من أديرة مصر القديمة. في يوم من الأيام شعرت بشيء بمغص في بطنها من تحت، يعني في الجزء الأسفل من البطن. راحت على المستشفى القبطي، كشفوا عليها قالوا لا لازم يومين عملية جراحية. ضربت على صدرها قالت لهم عملية وتكشفوا جسمي وانتوا رجالة وانا رهبة؟ لا الكلام ده ما ينفعش، ادوني اي علاج يا امنا. اتعمل كونسلت واتقرر انها لازم ايه عملية. في المستشفى القبطي جهزوها للعملية وبالليل دخل الدكتور مدير المستشفى قال لها فصيت يا امنا. جه دكتور خبير جراح من بره امريكاني ضيف عندنا بكره وهو اللي هيعمل لك العمليه بنفسه. قال الدكتور من بره دكتور من جوه انا راهبه، مفروض ما حدش يشوف ايه جسمي خالص. وبعدين كمل. وليله العمليه امنا الغاليه دي دموعها بدت تنزل وفي صوره في كل اوضه في المستشفى القبطي. فهي بصت كده للأوضة وجيت لها يرضيك يا عدرة، زعلانة منك يا عدرة، كان ممكن يا عدرة تعملي حاجة، اعملي انت العملية احنا ستات زي بعض. لكن يا عدرة يجي دكتور ويعريني وبعدين بكرة يشوف الجرح وبعد بكرة يغير على الجرح وشغلانة، امال انا ترهبنت ليه؟ زعلانة منك يا عدرة. وراحت في العياط وخدتها الحمية وهي بتعيط وعينيها رغرغت، بصت لقت الصورة بتكبر تكبر 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 لغاية ما وقفت جنبيها. وهل ذلك حصل فعلا جدا؟ قالت لها زعلانة ليه يا حبيبتي؟ وراحت وطت العذراء وبستها. قالت لها ولا تزعلي، انا جبت لك العدة تحت باطي وجاي اعمل لك العملية. قالت لها عدة ايه؟ فالعذراء طلعت من تحت باطها كده لفة صغيرة فيها مقص وبلاستر وشريط ومكروم ومخيطة في الطرحة لمؤاخذة الشبكة 3-4 ابر كده وكل ابرة فيها فتلة.
قالت لها يلا حبيبتي تعمل لك الايه العمليه. وكشفت الست العذراء وايه وطلعت المقص ودب. قالت لها حسيت الحاجه؟ قالت لها لا. فطلعت الست العذراء حاجه من بطنها كده في حته قطنه وحطتها لها على الايه على الكومودين اللي جنبيها. قالت لها ادي الشيء اللي كان تعبك طلعناه وحطناه على الايه امنا دي عايشه. يمسكت العجل والدين يا رب. وربنا يديها العمر. وحطتها كده وطلعت فتله من اللي شبكها في الطرحه بتاعتها وخيطت لها الايه الجرح وحطت لها مكاكروم وحطت قطنه وبلاستر وقالت لها خلاص انا بعد بكره هاجي افك لك الخيط ما تخليش حد يمد ايده عليكي. وراحت امنا في النوم لغايه الصبح الساعه 6 بتبربش بعينيها عشان تقول مزامرها وهي نايمه على السرير. لقت القطن على الكومودينو بتمدت ايدها بتفتح القطنه لقت جواها الايه الجزء اللي شالته الست العذراء. قتلها ده ما كانش حلم بقى ده كان ايه حقيقه. بتمد ايدها تحت بطنها لقت البلاستر والعمليه معموله. شويه كده ساعه وقالها يلا يا امنا عشان نعمل العمليه. قالت لهم قول للدكتور الامريكاني سبقته الدكتوره من السماء وجت عملت لي العمليه وادي جزء اهو والعمليه موجوده في بطني وهي هتغير لي بعد بكره. ما حددتش الساعه عشان ما تنتظروهاش. اتفضلوا شوفوا شغلكم. طيب يا امنا نقيس لك الضغط نقيس لك ابدا سيبوني في حالي انا عملت العمليه. بعد ثلاث ايام جت الست العذراء شالت لها القطنه وشالت لها الخيط وشالت لها كل حاجه ومسكتها العذراء ايدها في ايدها وبدت تمشي بيها في الاوضه رايحه جايه ثلاث اربع مرات. ده حبايب العذراء يا حبايب ده حبايب العذراء. حد ينسى حبايب العذراء تنسى حبايبها؟ وفي الاخر قالت لها اقعدي يا حبيبتي وبستها. قالت لها مبروك عليك وعمري ما اهون عليك. الله اكبر عليك. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ انت اللي ايه؟ انت اللي ايه؟ اللهم صل على حضره النبي. انت جبت المعلومات دي منين؟ وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق. لو الحكم وتستخدمون الدين الستارة كي تداروا بها على افعالكم الدنيا. الارثوذكسية انك تحط وشك في ظهر اللي قدامك وتمشي على خط مستقيم، دي الارثوذكسية. لكن الارثوذكسية لا فيها تحليل ولا فيها نقد ولا فيها اعتراض ولا فيها اي حاجة. ما تبقاش ارثوذكسية لو عملت كده. هو الموضوع بسيط خالص يا مسيحي، كل ما عليك الا انك تعطل تفكيرك وما تشغلش مخك وتحط وشك في ظهر اللي قدامك وتمشي على خط مستقيم. وده علشان انت تفضل عايش في الوهم والفقر والكهنة يعيشوا أسرياء ورجال أعمال. فحضرتك لو فكرت اللحظة واحدة هتعرف ان الكهنة دول بيعملوا عمليات خارج مصر ومنهم الأنبا شنودة والأنبا تودرس وغيرهم كتير. هل هم مختلفين مع العذراء وبترفض تعالجهم؟ وطالما العذراء هي اللي بتعمل عمليات يبقى نقفل بقى المستشفيات وكل واحد في بيته يحط صورة العذراء علشان تعالجه. ودي دعوة لتشغيل خاصية التفكير ومن صورة العذراء اللي عملت عملية لراهبة إلى صورة البابا كرولوس اللي طردت حرامي كان عايز يسرق أحد البيوت. ذهب أحد الأشرار إلى أحد البيوت لارتكاب الشر، وكان في هذا البيت صورة للبابا كيرلس السادس. هذه القصة من فم هذا الشخص، مش حد حكاهالي. ده الشخص ده حصلت معاه قصة وجالي على الطاحونة جاري يحكيهالي، وقاعد وكل هدفه الشر اللي هو راحه لهذا البيت. خرج البابا كيرلس من الصورة. هي مش صور يا ناس، مش صور. ومسكه من جنبه قال له بره بره. ايه ده؟ مين؟ السفاح. سفاح ايه؟ انت سفاح. انا مال. انت مين؟ ده بيتي بره. الناس مستغربين. واحد قام فجأة مش عارفين الشر اللي هو بيضمره، قام فجأة وبر وخرج بر. جه يلتفت، هو اللي حكاها لي،
وجي يلتفت مرة أخرى لهذا المكان، مسكه تاني البابا كرولوس من جنبه وقال له امشي من هنا. وجي يلتفت مرة أخرى لهذا المكان، مسكه تاني البابا كرولوس من جنبه وقال له امشي من هنا. فذهب هذا الرجل وكان لا يعرف البابا كرولوس، لقى صورته عند بتاع عصير على ناصية الشارع. صار تغيرت حياة هذا الرجل السالك في الشر، وصار يخدم ذاك المكان باقي عمره. انت معلقين صور؟ مش صور خالص، ده موجود. ادي احترام للأيقونة اللي انت حاططها في بيتك. طلع يا اخواتي من الأيقونة. ونتيجة الكلام القساوسة وكهنة الكنيسة المستمرة عن أهمية صور القديسين ووجودها في منازل النصارى، سمعوا النصيحة أملا في تحقيق المعجزات. ولكن المفاجأة طلع الكلام ده كله عاري تماما من الصحة، لدرجة ان في واحدة بعتت رسالة لمكار يونان بتقوله ان صورة المسيح والبابا كرولوس وصورته هو شخصيا ما منعتش الحرامي انه يسرق 6000 جنيه من بيتهم. واحدة بتقول انا زعلانة جدا من ربنا، شوف اللي حصل. طيب حاضر هشوف. صدقت الشقة اتسرقت يوم 11 يوم الثلاث اللي فات. ماما كانت في السوق من الساعة 12 ونص لغاية 1:30. بين الوقت ده اتسرق من الشقة هدوم وفلوس حوالي 6000 جنيه. شوف مين كان في الشقة. صورة المسيح، العذراء، البابا كرولوس، أبونا عبد المسيح، وكمان صورتك. وأنا زعلانة كتير إن محدش عمل حاجة خالص، كان نفسي يحصل. كان لازم يطلعوا من الصور دول ويمنعوا الحرام. الكاهن اللي حضرتك بتتوسمي فيه خير ده، وفاكرة ان وجود صورته في بيتكم هتمنع الحرامي انه يسرق البيت هو ومراته، ماتوا بالكورونا ولا عارف يعالج مراته ولا عارف يعالج نفسه من المرض زي ما انتوا فاكرين. يا جماعة فوق، ده ربنا اللي زعلان منكم. انتوا ما عندكوش ايمان بالقضاء والقدر كده خالص. سيبتوا ربنا ولجأتوا لصور بشر لا تنفع ولا تضر. فالضار والنافع هو الله وحده، وهو رب المسيح ورب كل البشر. فالصور اللي ضحكوا عليكم بيها دي وقالوا لكم انها بتعمل معجزات طلعت وهمية، مفيش حاجة بتحصل لانها مجرد صور. ربنا يهديكم وينور بصيرتكم للحق. واخر حاجة هختم بيها الحلقة هي ترنيمة البطة المحمرة في الحلة، فتعالوا نسمع القصة من شمامسة الكنيسة. القداس الصوم الكبير على مفاجأة، قال له ماشي ماشي يا اخي فلان. بعد القداس كان معاه الشمامسة بتوعه ابونا وخلص، راح له راح للاخ ده، خبط على الباب في الشقه عنده، فتح له ابونا، فتح الاخ ده فتح له ولقى فيه على السفره 7 حلل كده مقفولين. فابونا قال لابوه، ابونا طبعا ده بيمالح كده وبيحب الضحك، فقال تعالوا يا اولاد نفتح الحلل دي نشوف فيها ايه. بقول له في مفاجاه متحضرنا، وهقولها لكم بتلات القسمه وتقولوا ورايا. قالوا ماشي. فقعد ابونا يقول كده، فتقدم ابونا الى الحله الاولى وافتتحها فوجدها فارغه، وتقدم ايضا ابونا الى الحله الثانيه وافتتحها فوجدها فارغه. شلون ساكت؟ كيريليسون كيريليسون، عايزين ناكل. وتقدم أبونا إلى الحلة الثالثة وافتتحها فوجدها فارغة، وتقدم أيضا أبونا إلى الحلة الرابعة وافتتحها فوجدها فارغة. كيرياليسون كيرياليسون، عايزين ناكل.
بحيرة عظيمة ولم يعرفوا أين المفاجأة بعد، وافتتح أبونا الحلة الخامسة فوجدها أيضا فارغة، وتقدم أبونا إلى الحلة السادسة وافتتحها فوجدها فارغة، ويبدو أن الحلة السابعة تأتي فيها المفاجأة، وبالفعل تقدم أبونا إلى الحلة السابعة وافتتحها فوجد بداخلها بطة محمرة، فقال لها تعالي يا بطة. برافو يا حبيبي، برافو يا حبيبي. انتوا كده بتهينوا مقدساتكم وألحانكم القبطية وبتطلبوا من الناس الاحترام. لما الأول تقدموا الاحترام لنفسكم بعدين اطلبوا الاحترام من الناس. وعموما أي مادة أنا بعرضها على القناة بتكون موجودة عندكم وفي قنواتكم وصفحاتكم على السوشيال ميديا، انتوا بس بتتصدموا لما الموضوع يطلع بر قنواتكم ويتعرض على الملأ، وده إن دل فإنما يدل على إفلاسكم وعدم وجود رد عندكم. عموما شعارنا الفترة الجاية مكملين بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.